السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اعادة تدوير للازازة اللي موجودة معانا دي، هنشوف ازاي احنا ممكن نستفيد منها ونستخدمها. الاول كده انا هشيل الورقة اللي عليها دي كده بالمقص، تمام كده. بعد كده هجيب القطر علشان اقسم الازازة دي. انا هحتاج الجزء اللي تحت ده، لكن الجزء اللي فوق مش هحتاجه في حاجة. هقسم كده بالقطر وامشي بالراحة بالراحة وما يستعجلش عشان ما حدش يتعور. نكمل. تمام كده هسويها بقى بالمقص كده الجزء اللي من فوق ده. لو محتاجين ان انتوا تكبروا الجزء اللي احنا قصيناه ده، ممكن تقسموا العلبة نصين، لكن انا محتاجة الجزء الصغير ده بس، مش محتاجة نص الازازة كلها كده. تمام، سويناها كده من فوق. بعد كده انا محتاجة ان انا اغطي الجزء اللي مفتوح ده، فهجيب كرتونة عندي كده وهبدأ ان انا هاخد المقاس بتاعها علشان اعمل لها غطا من فوق. وهحدد كده بالقلم، تمام كده. هقص بقى الجزء اللي انا حددته ده عشان ده انا هعمله غطا العلبة دي من فوق. كده قصينا خلاص الغطا بتاعنا. هجيب بقى العلبة دي وهبدأ ان انا الونها. ممكن نلونها بقى بأي الوان احنا عندنا زي ما انتوا عايزين، بس نحاول نخلي ان الالوان اللي هنحطها تبقى ماشية مع غطاء العلبة اللي هيبقى موجود من فوق. انا هلونها كده، هعمل لها كده نقط صغيرة بالابيض والاحمر لان الغطاء العلبة زي ما انتوا شايفين هيبقى ابيض. بعد كده هجيب اللون الأحمر ، لو انتي محتاجة بقى تعملي رسومات معينة، نجوم، ورد، مش مشكلة، براحتك بقى، فنيني زي ما انتي عايزة.
كده خلاص احنا خلصنا العلبة، نشوف بقى الغطا هنعمل فيه ايه. انا هحط على الغطا كده بالشمع ده، وبعدين هجيب دانتيل كده وهمشي على الغطاء كله اهو كده زي ما احنا شايفين. وهكمل بالشمع على الغطاء كده، بالراحة واحنا بنعمل علشان الدانتيل يطلع مظبوط معانا وما يكرمش مننا على الشمع. تمام كده احنا كده غطينا الغطا كله بالدانتيل اللي معانا. هنقص بقى الجزء الزيادة ده، وبعدين معايا خرزة كبيرة اهي، هبدأ ألزقها انا كده من فوق على الغطا علشان دي اللي همسك بيها. اهو كده بعد كده هجيب الفصوص الشمع اللي احنا لوناها بالاحمر في الفيديو اللي قبل ده، وهبدأ ان انا احطها كده على الغطاء من فوق عشان تدي لون معانا. شمع بس كده بالراحة، قليل مش كتير. تمام كده، ويحط اتنين كمان. واحدة كمان، وبكده الغطاء بتاعنا يكون خلاص خلص وبقى جاهز، وكمان العلبة جاهزة ان احنا نحط فيها اي حاجات صغيرة اللي احنا بنحتاجها وبنستعملها. تمام كده نبدأ ان احنا نجرب الغطاء على العلبة بتاعتنا. كده العلبة بتاعتنا تكون خلصت وبقى شكلها جميل ازاي. نحط فيها الحاجات الصغيرة بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي، مع السلامة.